بالنسبه للحكم التاريخي اللي صدرته المحكمه الاجتماعيه بالبيضاء واللي قررت فيه بثبوت نسب الطفله نور، هذا حكم تاريخي يشرف القضاء المغربي، يحق لنا كفاعلين مدنيين وحقوقيين ان نفتخر به، لانه طبق الماده 156 ديال اثبات النسب الناتج عن خطبه، طبقه بشكل سليم، وطبق الاتفاقيات الدوليه اللي كتنص على ضروره حفظ هويه الاطفال ونسبهم. ونحن نشيد بهذا الحكم، وكنعتبره يعني واحد التقدم في مجال حمايه حقوق الاطفال، وهو يشكل ثوره، ونتمنى ان هذا الحكم هذا يكسب له استقرار ويتأيد في جميع المراحل، وباش الطفله نور تسجل في الحاله المدنيه وتمتع بجميع حقوقها. مشكنا في واحد المدوى صحفيه، الطرف الثاني قال باللي الزوج ديالها ما كانش مدعو كاع للهدر الجنين. هذا كذب وزور وبهتان. المحكمه الخبره، المحكمه دارت خبره، المختبر العلمي للشرطه القضائيه استدعى المعني بالامر عن طريق دفاعه ولم يحضر، والمحكمه انذرت دفاع باحضار الموكل الخبره فرفض، يعني وبالتالي المحكمه اعتبرت انه بمثابه اقرار بالنسب، وهذا هو القانون، هذا هو الشهاد القضائي ديال المغرب. الجنحي يمكن اعتباره مقبورا، لانه المحكمه اعترفت بشرعيه العلاقه التي تربط المعنيان، وجاء في القرار عفوا الحكم ديال المحكمه على ان العلاقه هي علاقه شرعيه، وبالتالي فان اي حديث على خيانه زوجيه هو حديث غير مؤسس، وان شاء الله سنحضر امام المحكمه وسنستدل بهذا الحكم اللي غيكون حامي للحقوق لمصالح الاطفال. فعلا الحاله الصحيه ديالها كانت مترضيه، كانت في حاله يرثى لها، ولكن الحمد لله اليوم بعد الحكم استرجعت قليل من عافيتها ومن صحتها، والحمد لله راه ماشي غير ليلى والاسره ديالها كيعيشوا فرح، جميع الشعب المغربي، وكيتصلوا بنا ويتصلوا بالاعلام، وكنشكروا الاعلام الهادف واللي دعم هذه القضيه هذه في سبيل يعني ان نور تسجل في الحاله المدنيه، وصبحت نور اليوم في المغرب رمز، رمز لكل الاطفال ورمز لكل النساء اللي كيناضلوا في سبيل الدفاع عن النسب. شكرا لكم.